مل رمضان. وما أدراكم ما مل رمضان؟ يقول رضوان الله عليه: غدوت مرة إلى السوق، والسوق كان معروشاً مسقوفاً خلف السنانية، خلف جامع السنانية، وكان مظلماً والزحام شديداً، لأشتري صداري لأنها مطلوبة في جزيرة بوطان، الأكراد يحبون هذه الصدريات. الصداري يتاجر الرجل، قال: ولست تاجراً ولم أتعلم التجارة ولا أدري، لكن أبيع وأشتري، أشتري وأبيع وأربح، يربح القليل ويعيش بالحلال رضوان الله عليه. قال: وكان في جيبي عدد من الليرات الذهبية، عثمانيات، هذه ثمينة جداً، وضعتها في لفافة ورقية، وإلى جانبها فرنكات، هذه يشتري بها ويبيع، هذه ليرات ذهبية. فيبدو أن الليرات الذهبية للأسف انحلت عنها اللفافة فاختلطت بالفرنكات، وأين الفرنك من الليرة الذهبية العثمانية؟ فاشترى عدد من الصداري رضوان الله عليه، ونخد صاحبها مما في جيبه، وهو يظن أنه ينقد فرنكات، لكنه خلط فرنكات بذهبيات، والجو مظلم والزحام شديد، عد له ثم مشى. قال: فلم ألبث أن مشيت ربما 10 خطوات، 10 أمتار، وإذا بشاب حليق مطربش يلقاني مبتسما، ويأخذ بيدي ويقول: يا شيخنا، ماذا اشترى شيخنا لنا اليوم؟ تعال معي. دون أن ينتظر الجواب أخذ بيدي وعاد بي مباشرة إلى البائع الذي كان لم يفتح يده عما فيها لسه، هكذا ربما يساوم ناسا آخرين. فقاله: أعد إليه ذهبياته. فالبائع استغرب: ذهبيات ماذا؟ فتح يده مستغربا، قال: ذهبيات. قال: أعدها إليه. قال البائع اندهش، وأنا وقعت في دهشة، عجيب، ما هذا الشأن، كيف؟ وأي ذهبيات هذه؟ فعلم بعد ذلك. قال: فبين أنا أسترجعها وأنا غارق في دهشتي، نظرت عن يميني ثم عن شمالي، لم أجد الشاب المطربش. والآن السؤال عندكم: من هو هذا الشاب الحليق المطربش؟ وكيف عرف؟ أرأيتم كيف يرعى الله أولياءه؟ كيف يرعى رجاله؟ كيف يربيهم على عينه؟